والله الأسباب أكثر شيء صارت من التواصل الاجتماعي. ناس تستخدم التواصل الاجتماعي بصورة غير صحيحة. يعني دخل على التواصل الاجتماعي بصورة غير صحيحة، تعرف على غير ناس، قامت يعني تسمع كلمات لماعة. أكثر شيء البنت اللي تسمع كلمات لماعة وكلمات منورة وماشين، هي منها سوالف. إيه، وزوجها شوية يتنفرز. إيه، اكتشفها صارت حالات الطلاق. يعني أنا أكثر من 6 حالات شفتن بالمحكمة، صديق البحث الاجتماعي. إيه، من وراء التواصل الاجتماعي. نعم أكثر شيء. والحالة المادية همتين تحكمهم، يعني يصلون إلى قعر الفقر وينفصلون. اسمك والعمل؟ أستاذ أحمد حماد إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج. ومستمرين وياكم أحبتي المشاهدين بأخذ آراء المواطنين بخصوص انتشار ظاهرة الطلاق اليوم بالمدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كمثقفين اليوم مدينة تكريت ومحافظ صلاح الدين عامة، انتشرت ظاهرة هي بالعراق عامة، ظاهرة انتشار الطلاق اليوم بالمدينة، برأيك شنو الأسباب؟ يعني أسباب يعني حالات الطلاق، ارتفاع حالات الطلاق، والحلول إلها شنو برأيك؟ والله أنا بنظري حالات الطلاق السبب الرئيسي هو البطالة. الشاب هو متزوج شابة قاعدة ببيت أهله ما عندهم شيء يصرف عليه، هو شغل ما عنده، ما يقدر يشتغل، فيحير. صارت مشكلة بالبيت، الزوجة تطلع برا بيت وحدها، هو ما عنده شغل وعمل، ودها بيت أهلها ما قدروا يتحملوها هواية، اضطر بينه يترك، يعني لازم ينفصلون. فبيش حالة هي الفقرة الوحيدة هي البطالة. إذا برأيك هم يأثر الزواج؟ نعم، لا الزواج باباك ما يأثر، بس البطالة السبب الرئيسي بحال الزوجية، لأنه ما يلقى شغل، فش يسوي؟ أهله تصير مشكلة، وداها البيت أهله ما يقدر يأجر. هو لو عنده شغل ويأجر ممكن يعيش هو حياته وزوجته وما كل شيء. الحلول برأيك اليوم، يعني هل يعني عدم الزواج، يعني إذا ما يتوظف أو شغل؟ حلولها الحل إذا ماكو وظيفة، هو يعني وظيفة ماكو، بس الحل الوحيد احتوائها الأبوين، أبو الزوجة وأبو الزوج. إذا ما يحويهم دول اثنيناتهم يحتويهم، تصير مشكلة. يعني لازم أبو البنية شوي يطول خلقه، أبو الولد يطول خلقه، لأنه هو عايش نفس الحياة هو. فيعني الاحتواء هم سبب رئيسي يصير. أهلا وسهلا، مرحبا أحبة المشاهدين، بأخذ آراء بعض المواطنين اليوم بالمدينة خصوص ظاهرة الطلاق. السلام عليكم. شلونك؟ سلام. يا أهلا وسهلا، كل الهلا. الله يخليك. أول شيء هي السبب الأول، أسباب الطلاق الزيجات المتقدمة بالسن، يعني أطفال بعدهم مواليد 2000 وهاي الزوجوها هذه ما عندها دراية بالحياة الزوجية. ثاني شيء البطالة، تفشي البطالة، يعني هاي كارثة متفشية ببلدنا حاليا. أسباب هواية، سوى تفاهم، الآراء، مثلا آراءهم الضاربة، هي تدرس هو ما يدرس، هو يدرس هي ما تدرس، يعني توعية. طيب ورأيك إن شاء الله نوجد لها حلول، إن شاء الله نضع حد لأسباب الطلاق. أي ولو يتوفر يعني عمل والحد من البطالة، كل هاي الأسباب تخف إن شاء الله. يلا مستمرين وياكم اليوم أحبة المشاهدين، بأخذ اليوم آراء المواطنين. السلام عليكم. سلام. أهلا عيني، هلا بيك. أي أي شنو هو الحل اللي نقدر نحطه إحنا بكتلة تزيد هاي العدد؟ والله هو يعني قلت لك البطالة، يعني هسه أنا ابني قاعد بالبيت زين، ويومية مشاكل. ليش؟ لأن قاعد على البيت بالبيت وعلى الإنترنت، فاعتياد الزوجة تريد كل شيء، وزواجهم كان مبكر، يعني هاي هم شوية غلطة من عندنا إحنا الأهالي زوجناهم زين. بس هسه يعني إنه هي شوية التهت بالشغل، وهو هم قاعد يدور شغل، يعني شوية ها قلت المشاكل. فإحنا شوية لو البطالة ماكو شوية إن الولد يلقى شغل، البنية تلتهي بشغل، يعني اعتيادي
تقلل مشاكل. وهسه يعني اكثر شيء مثلا هاي الانترنت ولعبه البوبتش وهاي يعني نسمع هوايه يعني ناس قامت تطلب الطلاق من وراها، مو صحيح؟ اي فيعني لو هم يلقون شغل احسن من المشاكل ولا هاي، وشويه اهم اي، ولو البنيه شويه عمرها يصير 18 سنه يلا يزوجوها. يعني هسه انا ام صالون يجيبوا لي مواليد 2004 2003، يعني هاي غلط غلط. اي